الله هذا كوربا الشيخ عمر فاروق الله ونحرست لين مرتبة ضبوها هذا اللي كان هيليوك أي واحد لو يدي وأود أشوف نبرك مؤتمر يوروبان كود قيب قليل واحد لو يدي الشيخ محوا هاي الشيخ عمرو نيمك يحاس كيس مرك يحاس هذا كذا نيان إسلام تنينك هذا مكة كرمري كرتا مرك القرآن كاستدلال كيسر عجائب وكوه مرك ساوحو إلى آيات دارو كاري آيات دابو الأخرين ألم حوير يقول كانت ها تحت عبدين من عبادنا الصالح يقول ويهوس جوغ يقول مرك هوس إلي جيرت أوي يقول هذه تاسي واحو يواهول كلاه أري تاسي سورة سورة كلا إله كوفا فهي سورة البقرة يعني واحو أنا شئتم سي الله سيات ربطان أما كورمر أما كهوسمر أما قرب سيحو هل كاسا إلهي كشيك طيب فخانتاهما مركاسي خيامين فلم يغنيا موسى ديغن عنهما حق من الله حق ألا شيء حمينا كديغن لبدي النبي لبدي دمركا وحوا وترواية وقيل وحلي لأدخلا قال لبدي من دمركا النار 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 تقال مع الداخلين كوة قال يلا تشيرن كوة قال كو حرود علي وضرب الله ألا وحو يلي مثلا مهما هي تصالي قصة عجيبة للذين كويبوا إيالي آمنوا الرمي امرأة فرعون فرعون حاس كيسيبوا مثال كي تصالة أغسامي أغرقي إذ وقت قالت أي تري حاس كي فرعون ربي ربي يو ابني لس لي أنيغا وحاد إيلستا عندك أكتاد إيغادستا بيتا قري في الجنة جنة الإحذار ونجيني إبدبادي من فرعون فرعون إبدبادي إيو عمله عمل كيس ونجيني الله إبدبادي من القوم قوك حق وذي قبض بادي الظالمين إيه ظالمين تاها تاني لو وحوي إيه مثال كان كدن بيا مريم بيسون كساب سيها ذاتك مؤمنين تا إيمان كودو سحرية هذي مرمرك قار كود كو قصبان آدان إيني ذات قالاء حرير ليشان دنتون كنتو مركاسي حرير كاسي قالاء داسي أي لليهين أيقنا وحبي يلميسو آخر دو دا يدين تو دا وحبي يلميسو مثال waxaa la inoogu sameeyay fir'aawnkii gaaladaba ugu weynaa ee ilaahnimada sheegtay xaaskiisi waxaa la dhigi jiray yaani wax way muxuu ahaay Asiya binti Muzahim Asiya xaaskiisi ahay way rumaysay ilaahay way rumaysay aqray rumaysay nabi Muuse ay rumaysay fir'aawn iyo ilaahnimadiisu way ku kufriday kadibna xaasna ay u tahay ya فرعون كي إله نبي الشيكتين وهو وصي حانو حاسبي وطاي ساعي تهي إلهي بريده وحي تري إله أكتاد شنضا تحيه ذكوري يغدس فرعون إيادقن كي سنة إلهي يغبت بادي إيادنا هو ميثاله وحي كو قصبنا إذا حاسو أهيد ننطاقي وقال إني حاسو أهيد حاجة كنتي ويكو قصبنا إذا تاسي هبيرات إيمان كيدي الدين تيدي آخرة ديدي الشنة ديدي وحبي يلماي سمارت فرعون بي حاسو أهي لو قدين مايو إيمان كيدي الدين تيدي آخرة ديدي الشنة ديدي لو قدين مايو إلهي باود مدافي مؤمنات بي أهي واتي كوريسي نبي موسى إلا نبي موسى حقابو كقر نبي موسى قوري فرعون كما كورين آسيا كوريسي أيضا قعانتكو هيسي inu badbaado oo dilka fircoon ka badbaadana iyada sabab u ahay oo markii la soo qabtay soo sanduuqa ku jira laga soo saaray biyaha waxay tiri ilmaan ka dhiganaynaa haynaga dilin sidii buu ku badbaaday kadibna ayada korisay gacantay ku haysay markii dambe hooyadii baa lagu xiliyo waati hooyadii naas kisa nuugay soomaahin marka waxa way guriga fircoon buu ku barbaaray oo wiil fircoon yaani ahaan uu tirsado ahaa هو يهانا هو يدي دشيم هو يدي دشوا بلقى قرينا يبوك هو يدي دشوا بلقى قرينا ودي لو جذوا بلدي لها مركا آسيا تاسه ويرميسي الله نروح قو أمان يدعى ذن طبعا ولا جا أقبره يهلو تشنو هو مرك ساس تردد بن النبي كان صلى الله عليه وسلم وحو الشيء دو مركا يعني رجع إن بدن بعد ما يستمعي لكن دو مركا أفر بعد ما يستمعي ولا يرسل الله عليه وسلم أفر بعد ما يستمعي وأفر تدو مركا قوف لبدن آسيا أو حاسكي فرعون أحد وميدا نضغ سيدة عن دول شوقنا طلبات نوا مريم بنت عمران وميدا كردن بيسا مثال كلبات المؤمنين الله سمين إياه تصدحات نوا خديجة بنت خويلد
nabigeena xaaskiisii u horeeyay xaruurtana u dhashay halka wiil Ibraahim marka laga reebo ta afraadna waa Aisha fadlu Aisha ala nisa ka fadli athrid ala sa'ir ta'am waxa soo raacda ooyadana fadligeeda ma ka horeysa kuwan qaar kamida mise wa Fatima nabigeena gabadhiisi Fatima radiyallahu ta'ala wa rahima anha radiyallahu ta'ala anha wa rahimaha marka dumarka dhameystirmay bay kamid tahay Aasiya iimaan bayna ku dhimatay hadalkeeda ilaahay ay weydiisatay waxa la yidhaahdaa sida uu u qurux badan yahay waxa la yidhaahdaa ikhtaarat aljara qabla addar dariskay dooratay gurigay degi lahayd ka hor inay ilaahay daris la noqoto guriga ka hor horta ciiday daris la noqon lahayd bay dooratay oo maxay tiri rabbi ibnili rabbi yow iidis indaka agtaada bay tiri ilaahay inay la daristay dooratay kadibna beytan gurigii bay sheegatay xaggee buu ku yaalaa fil jannati jannadu ku yaalaa saas daraaddeed waxaa la yidhaahdaa ciday la darsi lahayd bay dooratay intayna guriga dooranin waxay ka mid tahay usluubkeeda qiimaha badan bay ka mid tahay tayib wa maryam ibnata markay leedahay ilaahu iga badbaadi fircoon iyo camalkiisa iyo qowmkan daalimiinta waa gaalnimadiisa iyo kufrigii iyo dhaqan xumadoodii ilaahu iga badbaadi iyo waxa ka dhalan kara oo cuquubada iyo cadaabka wa maryama maryamana alla tusaalu ugu samay mu'miniinta binta imraana imraan gabadhiisii ahayd maryama binta imraan allatii taasoo axsanat ilaalisay farjaha xubinkeeda taranka fanafaknaa markaasaanu afuufnay fiihi xubinkii tarankiisa xubinkii taranka dhexdiisa waxaan ku afuufnay min ruuxina ruuxdannada xaggeedii baan wax kaga afuufnay wa sadaqat way rumaysay bikelimaati rabbiha rabbigeedkii rabbigeed kelimaadkiisii bay rumaysay wa kutubihi kutubtiisiina way rumaysay wa kaanat waxayna ahayd min alqaanitiina kuwa alla adeecay ka mid ahayd mithaalka labaad ee muuminiinta loo sameeyey waa maryama maryama binti cimraan nebiyullaahi ciisa hooyadii way korisay labadan dumarka ah mid walba waxay korisay rusushii ululcasmiga shanta rususha ugu fadli badan mid ka mida tahore soomeena dhe waxay korisay oo sabab u noqotay badbaadadiisa nebi muuse soomaa tanna nebi ciise hooyadii way oo korisay oo dhashay wey macna tayib maryama binti cimraan alla wuxuu ku ammaanay inay dhowrsoonayd oy xubinkeeda taranka xifdiday gabadh bay ahayd nin u baahan oo guur u baahan laakiin xubinkeeda taranka waxay ka ilaalisay xumaan axsanat farjaha waana ammaanta dumarka la siiyo waxa ugu badan ugu fiican bay ka mid tahay inay haweeneydu ilaashan tahayo xumaanta iyo zinada ka ilaashan tahay way is ilaalisay markay is ilaalisay waxay sabab u noqotay xubinkeeda taranka iyo caloosheeduba iyo minkeeduba inay sabab u noqdaan in ilaahay geliyo aadamaha alla abuuray kuwa ugu fadlan mid ka mid a is ilaalisay daraaddeed malakul jibriil baa la soo diray waa ka qisadeeda lagu faahfaahiyay suuratu aali cimraan iyo suuratu maryam oo qisadaasi macnaha magaxeedaba suurada wadataa suuratu maryam iyada lafteeda say ku dhalatay iyo sidii lagu koriyey baa laga soo warramay qiso dheer marka malakul jibriil baa loo soo diray malakul jibriil wuxuu isugu soo ekeysiyey ruux bini aadama ayadoo intay reerkii ka dhex baxday meel bannaanka xaajo gudasho u baxday ayuu isagoo nin ahaan oo bini aadan oo socda u yimid markaasaa waxay tidhi ilaahay baan magankaaga haddaad ilaahay ka baqayso maxaa iga soo doonaysaa bannaanka iga mar markaasuu yidhi ilaahay baa isoo ka dirayo wiil baan ku wadaa ku bishaaraynaya waa gabadh dhowrsoon oo rag aragooda iyo la kulankooda iyo sheekadooda iyo waxoodaba aan aqooninba meel xidluu ka helayo markaasuu afuufay afuufkii uu afuufay ayaa marka xubinkeeda taranka galay halkaasaa marka waxaa ka abuurmay oo ka ilmagalay nebiyullaahi ciisa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam ruuxda marka laga hadlay ee laga sameeyey ee nebi ciise laga sameeyey waxa weeyaan waa ruux xagga alle ka timid oo alla abuuray oo malakul jibriil loo soo dhiibay kadibna xubinka taranka ee maryam la mariyey sidaasi minkeeda ku gaadhay oo ku uurgalay saasuu nebi ciise marka ku uurgalay ilmahaasay marka qaaday iyadaa hooyo u ahayd aabbana iyadaa u ahayd waa meesha marka nimanka la yidhaahdo kirishtanka iyo nasaaradu ay ku fidnoobeen oo dhaheen muxuu ahaayey marba hadduusan aabba lahayn oo isagoo uun uurka ku jira la arkay waa meesha lagu qaybsooday yahuudina ay dhaheen waa garac
سورة مريم كورنت نصارتنا كوحد قدبين ودهان ما هي وابويل إله ها الله بطلعي بدهان ورأل الإسلام كمدلو إلما كمدلو ما عاد إله يعايزا هل كاسي وميشا مركا لغوفي تنوبي قابكو أرد الشيء قابكو أور قليبا قاب عجب بضن به طيب وكمركا دم القرآن كسورة آل عمران إلهي كشيغي هذا لعج شبتين وعاد عيسى تراهدين وويل إلهي على الشاني أبلا أمبو لشي ميت كدران بالايدين هياوه ومحيطه ميدان آبان الهين هويان الهين سيقو هوي بليه بأي الله ومحوية إن مثل عيسى يا كمثل آدم صوما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب كان بأي الله بآدم ويل إلهي بوها هذا هذا عيسى علشان آب الأم بده شيء الله يعني وحوي آبوا هذا هذين وآدم وآبنا لو أقون هوينا لو أقون مويل إله النقض كان قدرني هل كان سامرك وحوي أي لما ري آدم مثلا ده سقران كون نقض لكن لأن برشيد أقوف ربنا بارميسن وعيسى كوفي نود معنا مرك وحلو أماني هل كان سامرك وحوي وحلي وصدقت بكلمات ربها ربي قد كلمات كيسن وين رميسي وصديق يا أهل ساس درادت بوحى لو بدي هاي دمرك إلى هاي أبو ري وحى أوفى دبل مريم لأن وحى الصديق يا أهل صديق وحى الإرداء ومرتمضة كحك النبي نبدا وأمه صديقة سوي العمرين وأمه صديقة ومرتمضة النبي يده كحك سلاس ويا مرك دمرك إلى أوفى دبل أنت هاي سلاس لو بدي وين رميس إلهي كلمات كيس كلمات كاس وحوي كلمات كقدر كالرب يقول عيا كونك وكتبه كتبت إلهي سودة كين وكل وين وضع رميسي رمين تام حق الرعا وكانت وحي أهد من القانتين كو إلهي أطيع كامر قاتنا ويح يعني وحوي إيمان هدو كريس تصديقنا وين لا تمد بقا إي عمل هدو كرينا وين لا تمد أدون صدا سي أهيد وإلهي دورتي تبارك وتعالى لابد الدبر كابا إذن كان مثال إذن كو سمينو وناك كرع واي محوها هاي فرعون حاس كيسينا مثالها وحد وقاضتان سكة استو برواقة عدو كشرت والدنيا وهاي صد دين هذا كدورة الدنيا هذا سمارت كوري بقرتويه أو وح البيالو أو الذهب يالو أو نينك إلهني ماذا شكتي أو يعني مش مصر ولا كتليه قولي جيسي يكون شحاص واحد هذا روح إلى ذا إلهه كان مرة به إلهه كان مرة به الدنيا يدي سيه الذهب كيسيه بقرته يدي سيه إلهه الدين تيدي آخر هذا يدي لهذا صوما مريم نوح ويدنا الأورسونان تيدا هي إيمان كيدا هي طاعة ذي قنوت كيدا أيدنا كقد ذي دويا لوضع الدمر كا سيقود وحي موجين إيسا قصدني قرآن كريم كا سيدو الدمر كا أقيميه هديبه أمتي أو دنبال للي هاي الدمر كان كود دايدا أو ميثال يتصال اللي نوغر ديغي قرآن كو الدمر كا يدين تو الدمر كا مقيمي سيما مقسم سبقيمي يا أمتي النبي محمد أو الرجل أو علمالي أو أقوياهن لي أو دائلي أو عدو البالي أو صحابالي أياه وحال للي هاي أمتي النبي محمد لابدا الدمر كا كود دايدا اللي نلي قيمين كقيمة بدل حقين لغير رادينا مركا وركا قالا دا مركا مالس كاريك عدو مرقيمي سي عن دين إسلام هين مجرد هذا وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد على آله وصحبه وسلم ترسيك انت سوكوية هاي جوتك قد سمع بوها برنامج كيلو قد سمعنا إلهي وينور دمي وحي خلد دمي الله ينور دافو وحي صحي الصواب أنا أجر كذا الله ينسيه عمل كذا الله ينوافجيه هذا وبالله التوفيق سبحانك اللهم